طعمة الخيار كتير طيبة. الخضرة اليوم كلها ظريفة. ألو؟ مرحبا أمي، كيفك؟ أهلين نيفين، يا روحي أنا منيحة، وإنتي؟ أنا منيحة، مشغول بالي. في أخبار من كارولين؟ شو صار لحتى عرضة بيت بابا بالمزاد؟ ما بعرف، ما عندي علم بنوب. كانت عم تقول رح تروح على المحكمة. صار شي بخصوص وضع زهرة؟ حكيتي مع غسان بالموضوع؟ حكيته واتفقنا، قال لي إنه رح نخلي كل شي مثل ما هو، هيك أحسن لزهرة. بلجت؟ لأنه اليوم شفته لغسان بالحارة، كان عم يشتري أكل من الدكانة بالدين. لسه ما لقى شغل. لو فيكن تساعدوه بهالموضوع. رح أعمل جهدي. تعملي معروف يا روحي. أمي عم يندق الباب، الظاهر إنه أحمد وزهرة وصلوا. طيب يا روحي، بعدين بشوفك. يلا برجع بحكيك. أهلين وسهلين. كيفك مامي؟ كيفك حبيبتي؟ كيف كان الدرس؟ والله الآن سمنار ما كانت رايقة أبداً، ولما بتكون مو رايقة بيكون الدرس مو حلو غير. شو صاير معها؟ ما بعرف. كيفك اليوم؟ منيح، تعبان شوي. شو عملت اليوم؟ حكيت مع أمي من شوي، التقت بغسان بالحارة ولسه ما لقى شغل. نحن فينا نساعده بهالشي يا ترى؟ رح أعمل جهدي. كانوا عم بيقولوا إنه بدهم يوصفوا محاميين عنا بالنقابة، بلكي بلاقي له وظيفة مناسبة. يسلم. مرحبا، فينا نحكي شوي؟ تفضل. خليك لا تشلح، تفضل. لا تواخذني، تفضل عود. صراحة ما عندي وقت، واللي رح قلك إياه ما بدو شرح كتير. يعني إذا بتحب فيك تيجي تشتغل عندنا بالنقابة من بكرة. النقابة اللي عم تحكي عنها اللي بتكون أنت مديرة اشتغل فيها محامي، هذا اللي بتقصده؟ وفيك تساعدني بشغل المكتب. ما فيني أحمد، أنا ما بعرف طريقة شغلكم. بعدين أنا وأنت أفكارنا مختلفة عن بعض. أنت فكر بالموضوع ولا تقرر هلا. يلا اسمح لي، خاطرك غسان. مع السلامة.